قلصت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد الشاحنات التي تحمل مواد للإغاثة متجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم. هذا ووصل عدد الشاحنات التي مرت اليوم إلى 39 شاحنة إغاثية وأربع شاحنات محروقات. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب من رفح. نعم مشاهدينا الكرام، نتواجد معكم الآن من أمام معبر رفح البري، هذا الشريان الحيوي المهم لعملية إدخال أو إنفاذ المساعدات المختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم تنقصت أعداد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح واتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم، نتحدث عن 39 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإغاثية وإنسانية، هذا بالإضافة إلى أربع شاحنات فقط من السولار. الجديد لدينا الآن هو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بالفعل سمحت لكل هذه الشاحنات بتفريغ حمولتها، وعادت مرة أخرى هذه الشاحنات إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. هذا بالإضافة إلى أن أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تتعمد في إيقاف الشاحنات التي تحمل مواد طبية ومستلزمات للخيام وأيضا اسطوانات للأكسجين اللازمة للمرضى والجرحى في المستشفيات في قطاع غزة، والتي خرج منها إلى الآن ما يقرب من 150 مستشفى ولا يعمل بها إلا حوالي 30 وتعمل بشكل جزئي. يمكن هذا هو المشهد فيما يخص المساعدات الإنسانية. أيضا فيما يخص المشهد العسكري، يعني لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس الهجمات العنيفة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، ونسمع دوي انفجارات قادمة من الناحية الشرقية من الجانب الآخر من معبر رفح البري. يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة ثانية.